صاحبة، أيوة يا السلام ست عليكم هبة، ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. معلش أنا متأسفة جدا إذا سمحتك يا شيخ. أنا بس يعني كنت كلمت حضرتك من حوالي 15 يوم، وكنت إن أنا عرضت على حضرتك، قلت إن أنا هاخد مبلغ علشان أقتضي عملية لابني، وحضرتك قلت لي حرام المبلغ ده تاخديه والجأ لأحد البنوك أو الجأ لأي حد. فلجأت للبنوك كلها، أنا ما عنديش ضمانات روح نهائية. للجمعيات الخيرية. رحت الجمعيات الخيرية قدامي، يعني قدامي كذا حد او كده، وعملية الولد يوم الخميس. دلوقتي انا مش عارفة حاجة، لو اخدت الفلوس دي هيبقى ذنب، لو عملية ابني يوم الخميس طبعا مش عارفة اعمل حاجة. ما تعالجيش ابنك بربا بربا، ما ينفعش. انا خايفة يموت مني، هي دي كل، يا انا خلاص خايفة شوفي، يموت روحي مني. الجمعيات الخيرية وقولي لهم ان الراجل عمليته من الخميس، ان شاء الله هيساعدوك باذن الله. وانا والله انا بناشد يعني اهل الخير وبناشد الجمعيات الخيرية، ان الذي يستطيع ان يساعدها فليساعدها ان شاء الله.